نعود مرة أخرى إلى السيد عبد القادر نايل المحلل السياسي من عمان. هل تسمعنا سيد عبد القادر؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم ومشاهدي قناة الرافدين الفضائية. وحياك. يبدو أن التراشق بين ميليشيا العصاب وتيار الحكمة تصاعد وذاهب نحو التحشيد والوعيد بعد مطالبة أنصارهما بالتجمع للتظاهر. هل تتوقعون أن تتفاقم الأزمة بين ميليشيا العصائب وتيار الحكمة لتتحول إلى صدام عسكري؟ من المؤكد تماما أن قيس الخزعلي يسعى إلى عملية الاستحواذ الكامل على كل الملفات في بغداد، وبالتالي يعني هو دخل مغمورا قاتلا في جيش المهدي، واليوم أصبح زعيما سياسيا ينافس عمار الحكيم ومقتدى الصدر برعاية إيرانية، وبالتالي هو يريد حقيقة أن يستحوذ على جميع الملفات. لذلك وصلت العملية مع قيس الخزعلي وعمار الحكيم إلى عملية ستر العصب، وبالتالي لا يمكن قيس الخزعلي بعد أن توصل إلى قلب العاصمة بغداد يمتلك 10,000 متر مربع في فيلا فاخرة يعني خلف فندق بابل، ويمتلك 500 عنصر من الحماية تدفع الحكومة في العراق رواتبهم بالكامل، أن يتخلى عنها بهذه الطريقة. ولذلك الصدام سيأتي من خلال التنافس والاستحواذ فيما بينهم على المكاسب السياسية والمكاسب الاقتصادية والهيمنة العسكرية داخل بغداد. وقيس قد استخدم عملية تكميم الأفواه، كل من يقف ضده هو نشيط في عملية الاغتيالات التي تحدث في بغداد. لذلك حقيقة انتكت عمار حكيم وتيار حكمة وتراجعوا أمام قيس الخزعلي، سيؤدي هذا بهم إلى عملية زيادة الاغتيالات عليهم وإنهاء دورهم في السياسة ربما في بغداد. لذلك هم يعني تيار عمار الحكيم اضطر للوقوف بوجه قيس الخزعلي وميليشياته، وهذا حقيقة سيؤدي إلى التصادم المسلح القريب فيما بينهم، حتى وإن لم يكن بطريقة علنية ربما الاغتيالات ستكون سيد الموقف. طيب، يعني صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها ذكرت أن الميليشيات صنعت دولة موازية داخل العراق وهي تمارس أعمال مافيا بحسب تعبير الصحيفة. هل تعتقد أن أعمال العنف بين هذه الميليشيات ستتصاعد وفق هذا التحليل الأمريكي؟ هذا التحليل دقيق تماما، لأنه عملية الاستحواذ على السياسة والاقتصاد في العراق واضح جدا، وعمليات الخطف والابتزاز والاغتيالات بهذه الميليشيات واضحة، ووصل الحال إلى التنافس فيما بينهم، ومعلوم تماما عمليات السطو المسلح على المنازل وعلى رواتب الموظفين وعلى مكاتب الصيرفة والذهب هو السمة الغالبة في بغداد التي تعيش حقيقة على بركان من التجاوزات التي تقودها هذه الميليشيات. وبالتالي عملية أنهم يريدون الاستحواذ هذا سيدفعهم إلى عملية التصادم فيما بينهم، لأنهم يسعون وصلوا إلى مرحلة يسعون إزاحة الأطراف الأخرى فيما بينهم. وقيس الخزعلي مدعوم إيرانيا في عملية التوازن والاستيلاء على السلطة في بغداد، ولولا رعاية الحكومة في العراق والبرلمان الذي شرع لهم قوانين، بالتالي لم يستطيعوا أن يوفروا هؤلاء الجنود حولهم، فلا زالت الدولة هي العراق هي التي تدفع رواتب هؤلاء، وإلا كيف يمكن أن يكون وأن يخصص لقيس الخزعلي حماية تدفع رواتبهم من الدولة قدرها 500 شخص في حقيقة منزله الذي يقع خلف فندق بابل وفيه أيضا مقر كتلة صادقون، فهو ليس شخصية سياسية ولا شخصية عسكرية، ولا زالت الدولة تدفع هذه الرواتب كما تدفع لعمار الحكيم رواتب ضخمة عن أيضا عناصر ومئات العناصر الذي يتم حمايتهم، وبالتالي يستخدم نفوذه الأمني في عملية فرض ما يفرضه على الحكم. في سياق هذا السجال الإعلامي، المسؤول الأمني في ميليشيا حزب الله هو أبو علي العسكري
قال إن التخوين الذي تمارسه بعض الجهات على فصائل في الحشد مرفوض. كيف ترى الوضع الآن بين هذه الميليشيات بعد الاتهامات بموالاة بعضها لأمريكا؟ بالتأكيد يأتي هذا السياق لأنه هذه الموالاة اليوم أمام معسكرين، معسكر بالكامل هو مع إيران ويريد أن يستحوذ على السلطة في بغداد، وهو يسعى بكل الأطر، ولذلك يسعى إلى بقاء صالح الفياض وزيرا للداخلية. هذا الجانب هو يقوده القزعلي وميليشيات حزب الله والنجباء وغيرهم، وبالتالي هؤلاء سيصطفون مع قيس الخزعلي بغرض صرف سطوتهم. وربما حقيقة التحرك الأخير لقيس مرسوم من إيران، عمار الحكيم، وبالتالي التيار الصدري كانت هناك مصالحة مع الإدارة الأمريكية الذي جاءت بهم ما بعد 2003، خصوصا يعني أنه هناك دعم واضح وهذا معلوم تماما لآل الحكيم وتيار المجلس الأعلى ومن ثم تيار الحكمة، ومعلوم تماما كان هناك محط تقدير لعبد العزيز الحكيم في البيت الأبيض لجورج بوش وكل إدارات البيت الأبيض. هذا الدعم معكوس لعمار الحكيم أيضا، فلذلك حقيقة عمار لولا الدعم الأمريكي ربما حقيقة انهار منذ سنوات. لذلك هم يتنافسون في هذا الإطار، وبالتالي هؤلاء اللاعبين هم صنيعة الأمريكان وقسم منهم صنيعة الإيرانيين. هذا التلاعب على النفوذ فيما بينهم حقيقة سيقودهم إلى عملية التصادم التي لا محال لها حتى وإن تأخرت أو لم تكن في واقعنا الحالي، لأن عملية التنافس وصلت إلى مرحلة القاعدة الصفرية الذي ينبغي إما أن يزال عمار الحكيم ومقتدى الصدر من المشهد السياسي، يتربع قيس الخزعلي وحزب الله على الملف في الحكومة، أو نزاع كتلة قيس الخزعلي ومن معه من الميليشيات حتى يمكن لعمار أن يستولي على الحكومة. شكرا جزيلا لك من عمان، كاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل.